عايز اتكلم مع حضرتك كمان. جبنا سيره طبعا خط الهجوم، انا في رايي كمان ان وليد سليمان كل يوم بيثبت انه نجم كبير. لا. وليد سليمان يعني مش هنقول عليه جوكر، بيلعب جناح يمين وبيلعب 10 لكن وبيجيب اجوال، لكن بنتكلم كمان على ان وليد سليمان كل يوم بيثبت انه هو يعتبر يعني دخل خلاص من اساطير النادي الاهلي. طبعاً بادائه باخلاصه بامكانياته كل دوت وليد سليمان بيشخص. وليد انا اقول لك حاجه يا هاني، اتفضل. وليد بقى خارج التقييم، يعني ما حدش يقيمه الحقيقه. وليد لعيب نجم نجوم وسوبر، ولو بنتكلم مثلا على اللعيبه العمالقه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي مثلا مهاجمين او لعيبه وسط الملعب المهاجمين، هو يتحط في وسطيهم، يعني هيتصنف بقى زي ابو تريكه وزي اللعيبه الكبار قوي اللي جم في وسط ملعب النادي الاهلي. وليد وبعدين يعني كلما تلاقي لعيب كوره او نجم عنده كل الصفات ديت، الراجل فنيا عالي جدا جدا جدا، اخلاقيا حاجه ما شفتهاش انا قبل كده، سلوكيا يعني كفايه ان انت بتلعبه في مباراه دقيقتين بينزل يجيب لك جول بمراد سيراميكا، دقيقتين يعني، ولا نازل مبوز ولا نازل زعلان، وحتى بعد ما جاب الجول الفرحه اللي هي الطبيعيه، مش الفرحه مثلا ان انا هوت وانا مش عارف ايه وبتاع وانتوا معاديني ولا الكلام ده خالص. نجم بالرغم من انه اكبر اللعيبه سنا، نجم طبعا. فدي كمان انا اخد كلام حضرتك، كل الشكل الفني ده طبعا وليد هايل، لكن كمان الرساله اللي بيوجهها للولاد الصغيرين اللي طالعين طبعا مهمه جدا، ان انا وليد سليمان صاحب التاريخ الكبير، ان انا بقعد على الدكه المدرب يقول لي انزل لخمس دقايق، بموت نفسي وبنزل اعمل اللي عليا، مفيش. فدي كمان رسائل بيوجهها وليد سليمان للاجيال اللي جايه. نموذج للاعيب الكره المحترم، وفعلا يعني ده بيدي الحقيقه خبراته واخلاقياته كلها للنشئ. صحيح. اللي حتى لو اتكلمت مش هتكلم بس عن النشئ بتاع النادي الاهلي، انا النهارده لما بكون في النشئ في نادي الناشئ في النادي الاهلي واشوف وليد اللي هو نجم النجوم وبياخد خمس دقايق بيأدي ومبسوط وفرحان ومبتسم وبيجيب جول وبيجيب المباراه اللي فاتت جايب جولين، حاجه ما شاء الله يعني. ما شاء الله. شفت الرياكشن بتاع موسيماني بعد الجون الثاني؟ طبعا لما قعد يعمل كده الحركه بتاعت زيدان. طبعا فعلا ايه ده، ايه الجمال ده وايه المتعه ديت لا يعني وليد حاجه طبعا محترمه طبعا محترمه جدا.